بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى على لسان نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية الكريمة صدر بها المجلس الإسلامي العلمائي نظامه الأساسي الذي أصدره منذ تأسيسه. النظام الأساسي للمجلس الإسلامي العلمائي مصدر بهذه الآية: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية الكريمة تختصر الغرض الأساس وبرنامج العمل الذي سعى المجلس للسير عليه منذ تأسيسه وإلى يومنا هذا. إن أريد إلا الإصلاح، الإصلاح عنوان عريض تبناه المجلس الإسلامي العلمائي منذ تأسيسه على مستوى الشعار، على مستوى الأدبيات، على مستوى البرامج، ولكن في هذا البلد سلطة يضيق صدرها بأي صوت مناد بالإصلاح، سلطة لا تريد إلا أن تطبل لها كي تكون شرعيا. ما لم تطبل لهذه السلطة، مهما أخرت من إجازات فأنت مشكوك في شرعيتك ومشكوك في انتمائك. الوحدة الإسلامية، تعقيبا على كلام الأخ إبراهيم، الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية هم من هموم المجلس، تبناه المجلس منذ تأسيسه، وخير شاهد على ذلك وثيقة الوحدة الإسلامية التي دشنها المجلس قبل هذه المحاكمة بفترة، قبل ما يقارب الآن قريب من العام منذ إطلاق هذه الوثيقة، قرابة العام على إطلاق هذه الوثيقة، ربما 10 أشهر. وثيقة الوحدة الإسلامية التي أطلقها المجلس، والرجوع إليها وإلى أدبياتها، وما التزمه المجلس في هذه الوثيقة، وما أكد عليه، والبرامج التي استتبعت هذه الوثيقة، كلها شاهد على النفس الوحدوي الذي يتمتع به المجلس. شعار المجلس الإسلامي العلمائي في كل عام، في كل عام المجلس يصدر شعارا، يدشن شعارا، في العام ربما 1427 ربما للهجرة، إذا ما خانتني الذاكرة، كان شعار المجلس الإسلامي العلمائي: نحو وحدة وطنية وإسلامية جامعة. نحو وحدة وطنية، خل خط تحت نحو وحدة وطنية وإسلامية جامعة. والشعار لم يكن في أي عام من الأعوام مجرد شعار، في كل الأعوام. وكما يعلم الجميع، كل من يتابع برامج المجلس وفعاليات المجلس يعرف أن أي شعار يتم إطلاقه تطلق معه حزمة كبيرة من البرامج، تتنقل من منطقة إلى منطقة، فعاليات، احتفالات، وتوزع مطويات وما شاكل ذلك من أمور توعوية تصب في مصب هذا الشعار. وهذا الشعار أطلق في بدايات تأسيس المجلس، ربما بعد عامين من تأسيس المجلس، أنا إذا ما خانتني الذاكرة 1427 أو 28 للهجرة، الآن ما يحضرني دقيقا. عقد من الزمن، والمجلس الإسلامي العلمائي يسعى لهذه الوحدة الوطنية والإسلامية، ويؤكد عليها وينادي بها، ويربأ بنفسه عن الرد على ترهات البعض ممن يسعى لتمزيق هذه الوحدة. ومع الأسف الشديد، بعد هذا العقد من الزمن، والغريب والمؤسف في نفس الوقت، والذي يحز في النفس كثيرا، أن نجد
في لائحة الدعوة كما يعلم الإخوة المحامين، في لائحة الدعوة تهمة توجه إلى المجلس الإسلامي العلمائي بأن تصريحاته تشجع روح العنصرية، تصريحات المجلس تشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي لتمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية. من يشتمك على رؤوس المنابر لا يمزق الوحدة الوطنية، أنت الذي تطلق الشعارات، الشعار تلو الآخر والبرنامج تلو البرنامج والفعالية تلو الأخرى، وتنادي بالوحدة وتؤكد على الوحدة وتقدم في سبيلها، أنت المتهم بتمزيق هذه الوحدة، أنت المتهم. لعلي لا أبالغ إذا قلت أن أكثر ما حز في نفسي هذه التهمة، رغم أني أعرف أنها من باب رمتني بدائها وانسلت، ولكنها تحز في النفس كثيرا. يفترض بهذا المجلس كي لا يكون طائفيا بنظر السلطة، يفترض بهذا المجلس كي لا يكون طائفيا أن يبارك قمع هذا الشعب، أن يبارك قتل الشهداء، أن يبارك اعتقال الأبرياء، أن يبارك هدم المساجد، أن يبارك انتهاك حرمة البيوت، أن يبارك كل جرائم هذه السلطة. ما لم يكن المجلس كذلك فهو مجلس طائفي، ما لم يطبل المجلس لجميع سياسات وخل خط تحت جميع، ما يريدون بعض بعد جميع، ما لم يطبل المجلس لجميع سياسات السلطة فهو مجلس طائفي وغير شرعي. نقول لهذا لهذه السلطة التي تطلق مثل هذه الاتهامات، المجلس يكتسب شرعيته من قيامه بوظيفته الشرعية، من أدائه للتكليف الإلهي. الله عز وجل خالق البشر، وهو من يعطي الشرعية لي، وهو بهذا التكليف لي ولجميع المؤمنين بالقيام بهذه الوظيفة يعطيني ويعطي كل مواطن في هذا البلد شرعية أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وجميع المواد القانونية، وأنا مو شخص قانوني، ولكن جميع المواد القانونية كما يعلم الجميع تؤكد على حرية ممارسة هذا الدور وهذه الوظيفة الشرعية. محاكمة المجلس، ولا أريد أن أستبق دور الأستاذ الشملاوي، محاكمة المجلس بغض النظر عن شوائبها القانونية العديدة، ما أريد أتكلم أنا عن الشوائب القانونية الكثيرة التي تشوب هذه المحاكمة. محاكمة المجلس كما يعلم الجميع محاكمة للكلمة الناصحة، لو لم يكن لو سكت المجلس، حتى لو لم يطبل، لو سكت لم يكن ليتعرض لمثل هذه المحاكمة، محاكمة للكلمة الناصحة، للكلمة الآمرة بالمعروف، للكلمة الناهية عن المنكر. وهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم الفرائض في شرعنا الإسلامي، وهي أكثر ما يخشاه الظالم في هذا البلد. محاكمة المجلس اضطهاد طائفي صارخ بكل ما للكلمة من معنى، محاربة لمذهب أهل البيت عليهم السلام في هذا البلد، محاولة لإلغاء دور العلماء ووظيفتهم في هذا البلد، محاولة لكسر شوكة هذا الشعب. هذه ما يمكن أن نفصل هذه المحاكمة، هذا الاستهداف، حتى استهداف المساجد لم يأتي اعتباطا، بل هو جزء من مجموعة من حزمة من الإجراءات لكسر شوكة هذا الشعب وكسر إرادة هذا الشعب، وأننا نقدم على كل ما تتوقع أنه خط أحمر. كمتابعين لسير المحاكمة وإجراءاتها، وكمتابعين وكما أشار الإخوة لصحف النظام وأقلام النظام في هذه الصحف وفي التلفاز الرسمي أيضا في هذا البلد، نعلم بشكل واضح وجلي أن النتيجة لهذه المحاكمة نتيجة واضحة،
النتيجة لمثل هذه المحاكمة نتيجة واضحة، محاكمة صورية يراد لها أن تمرر قرار سياسي. هناك قرار سياسي متخذ ومفروغ منه، وهذه المحاكمة لن تخرج بنتيجة معينة، هناك نتيجة مطبوخة وجاهزة يراد لها أن تخرج في صورة قرار قضائي لتبرئ السلطة من تهمة إغلاق مثل هذا المجلس الذي يحظى بكل الشعبية في الوسط الداخلي والخارجي. الإغلاق قرار سياسي أريد له أن يعطى صبغة قضائية لا أكثر ولا أقل، ولا نفهم أي إجراء قضائي خارج هذا الإطار. التمديد وما تمديد كل هذه الأمور هي محاكمة صورية لا أكثر، وهي جزء من التركيبة لإضفاء صبغة مهذبة على هذا القرار. نقول وكما أشار سماحة العلامة الغريفي وكما أشار سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظهما الله أن هذا القرار القضائي أقصى ما يمكنه أن يفعله أن يغلق مقرًا للمجلس، نقطة وانتهى الكلام. لا يمكن لهذا القرار أن يفعل أكثر من إغلاق مقر للمجلس، أن يغلق مقرًا للمجلس، أن يصارر مالًا للمجلس، أن يعتقل أفرادًا. ثم ماذا؟ ما الذي يمكن لهذا القرار أن يفعله أكثر من ذلك؟ أن يغلق مقرًا، أن يصارر مالًا، أن يعتقل أفرادًا. هل يمكن لهذا القرار القضائي أو القرار السياسي بالصبغة القضائية هل يمكن له أن يسكت صوت العلماء في هذا البلد؟ أقول هذا القرار أعجز من أن يسكت صوت العلماء أو يلغي دورهم ويجعلهم يتقاعسون عن أداء وظيفتهم الشرعية بقول كلمة الحق، بإنكار المنكر، بنصرة المظلوم. المجلس ليس مقرًا يا سلطة، إن لم تستوعب القضية فالمجلس ليس مقرًا. المجلس نهج، المجلس نهج إرشاد وإصلاح وتوعية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. المجلس ليس كيانًا عمره 10 سنوات. المجلس خط علمائي متجذر ينتمي لبلد عريق في عروبته وإسلامه، إسلامه يمتد لأكثر من 14 قرنا، وخطه العلمائي يمتد بامتداد هذا الإسلام. المجلس كان المجلس قبل عام 2004 وسيبقى المجلس بعد عام 2014، سواء كان بأي شكل كان القرار القضائي، أقول سيبقى المجلس بعد عام 2014 بإذن الله تعالى، وأي قرار هو أعجز من أن يلغي هذا المجلس. واهم من يعتقد أن العلماء يمكن أن يسكتوا عن المطالبة بالإصلاح الجدي في هذا البلد، واهم من يعتقد أن العلماء يمكن أن يسكتوا عن قول كلمة الحق، واهم من يعتقد أن العلماء يمكن أن يتوقفوا عن نصرة المظلوم والدفاع عنه في هذا البلد، واهم من يتوقع من العلماء أن يداهنوا على مصالح هذا الشعب ومطالبه العادلة، واهم من يعتقد أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تكسر شوكة هذا الشعب أيضا، هذا الشعب الأبي، شعب البحرين شعب أبي له تاريخه النضالي الممتد لعقود متمادية، واهم من يعتقد أنه يمكنه بهذا القرار أو ذاك أن يكسر شوكة هذا الشعب، أن يجعل هذا الشعب يتراجع عن ثورته بإغلاق هذه الجهة أو تلك، باضطهاد هذا الفرد أو ذاك. واهم من يعتقد أن هذا الشعب سيتراجع عن ثورته أو سيتنازل عن شيء بسيط من حقوقه المشروعة. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واشف الجرحى والمعلولين، وفك قيد الأسرى والمعتقلين، وعجل لنا بنصرك المؤزر، وانتقم لنا ممن ظلمنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.